واستمرارا بالحديث عن تطورات ثورة تشرين، معنا من باريس عبر سكايب السياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي. أستاذ أمير، مرحبا بك. اللجان المنظمة للتظاهرات قالت إن وزارة الداخلية كذبت مشاهد الإعلام حول قمع القوات الحكومية وميليشياتها للمتظاهرين. لماذا تصر الحكومة على تفنيد ما يشاهده العالم؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافه. اهلا بك. بس اسمح صوت التظاهرات في مكان. اسمح صوت التظاهرات. نعم. شكرا جزيلا. تفضل استاذ امير. تفضل استاذ امير. اسمح صوت الثاني، صوتك في الان مره ثانيه. يبدو ان هناك خللا في الصوت، سنعاود الاتصال بالاستاذ امير المفرجي. تسمعني الان استاذ امير؟ تسمعني الان؟ يعني قلت قبل شويه ده ينعاد علي. نعم، ساعود عليكم السؤال استاذ امير المفرجي. اللجان المنظمه للتظاهرات قالت ان وزاره الداخليه كذبت مشاهد الاعلام بخصوص قمع التظاهرات في العراق. لماذا تكذب الحكومه كل ما عرض في الإعلام من قمع قامت به القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين السلميين في العراق؟ مساء الخير، شكرا. أهلاً بك. على الاستضافة. أهلا بك. لا شك أن العراق، الصوت يرجع لنفس الأصوات. تفضل أستاذ أمير. نعم نسمعك جيدا، تفضل. إذا هناك مشكلة في الصوت، سنعاود الاتصال بالأستاذ أمير المفرجي مرة أخرى في عندما يتأمل الصوت بشكل جيد. مشاهدينا الكرام، تعرض بث قناتنا إلى تشويش، وقام شركة نايلسات بالتغلب على المشكلة وعاد البث بشكله الطبيعي. ولمشاهدين الكرام، لمن لا يعمل لديهم التردد الحالي أو عليه تشويش، يرجى اتباع ما يلي: حذف القناة من لائحة القنوات، إعادة بحث نفس التردد 12380 أفقي. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايلسات وفق التردد 12380 أفقي. بالعودة للأستاذ أمير المفرجي من باريس عبر سكايب السياسي العراقي، تسمعنا الآن جيدا أستاذ أمير؟ جيد جدا أستاذ. نعم، أهلا بك مرة أخرى. اللجان المنظمة للتظاهرات قالت أن وزارة الداخلية كذبت كل هذه المشاهد التي يعني في الإعلام والتي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات تبين وتوضح مدى بشاعة استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي. لماذا من وجهة نظرك الحكومة تفنت كل ما عرضه أو عرضته وسائل الإعلام؟ لا شك أن الحكومة هي يعني المسؤولة عما يحدث في العراق، لأن الوضع الداخلي العراقي وبما حملته المظاهرات هو من مسؤولية الحكومة العراقية، ولا ما هو عمل الحكومة العراقية في بلد كالعراق؟ المشكلة أن الحكومة العراقية ليس لها أي يعني مسؤولية عراقية بحتة، لأن علاقتها هي علاقة وطيدة مع إيران. وبالنسبة إلى أحداث العراق، يجب أن نقول بأن ما يحدث في العراق
هو بصلة مباشرة مع الأوامر التي تأتي من طهران ومن يعني حليفة الحكومة العراقية في 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 هذا البلد. حسب معهد واشنطن هناك خلية قد يعني عمل فيها في العراق منذ أيام، كانت برئاسة السيد قاسم سليماني وبعض من يعني قادة الأمن العراقي والسيد فالح، ما أعرف شو اسمه الضابط، فالح الفياض، وكذلك السيد أبو جهاد الهاشمي. هذه الخلية كانت مسؤوليتها هو القضاء على الانتفاضة العراقية، وما نشاهده الآن هو نتيجة طبيعية لوجود هذه الخلية التي لها اتصال بإيران. إذن من هذا المنطق أنه الحكومة العراقية أو النظام العراقي عندما يقول بأنه ليس له أي صلة ولا يعرف عن هذه المشاكل لأنه متورط، وقد يعني خرجت المشكلة من يعني من دائرة وجوده، وهو الآن يحاول أن يعطي بعض يعني المسكنات وبعض الأكاذيب. سياسة التكذيب الحكومي أستاذ أمير، يعني هذه السياسة التكذيب الحكومي، إغفال يعني تكذيبها لكل ما عرض في وسائل الإعلام من جرائم ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك إغفال الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات ضد المتظاهرين، كيف ستنعكس على الواقع الميداني للتظاهرات من وجهة نظرك؟ لا شك بأن التظاهرة العراقية أو الانتفاضة العراقية هي انتفاضة هوية وطنية. الانتفاضة العراقية وصلت إلى مرحلة تعدت موضوع الخدمات وموضوع احتياجات المجتمع العراقي. العراق وكما ذكر كل من له بصيرة وطنية في العراق إنها يعني عملية منظمة من قبل العراقيين ضد النظام الطائفي الفاسد في العراق. فلهذا يعني نحن نلاحظ بأن هذه العملية هي عملية منظمة من قبل الشباب العراقي، وهي عملية يعني لها صلة بالواقع العراقي الذي يعيشه الشباب بعد أن فقدوا هويتهم، وبعد أن جاءت يعني حكومة ليس لها أي صلة بالشأن العراقي وليس لها أي صلة بمستقبل العراق. تكرر نفس السيناريو الذي حدث مطلع الشهر، يعني بقمع التظاهرات بالرصاص الحي وبقنص المتظاهرين على هذا النحو، يعني أكثر من 63 شهيدا وآلاف الجرحى في يومين فقط، يعني بينما تحدث رئيس الحكومة عن أن من حق الشعب أن يتظاهر سلميا، يعني كيف تنظر إلى هذه المتناقضات وهذا التناقض؟ بالضبط سؤالك سيدي يعني جيد، وفي يعني يجب أن يعني أن يفكر فيه أي عراقي. هناك تناقضات في داخل النظام العراقي، هناك إشكالية بين عدة جهات داخل هذا النظام العراقي. المشكلة تكمن في أن النظام العراقي لم يعد نظاما يعني متكاملا أو متراسل من الداخل. هناك عدة جهات تتحكم بالمشهد السياسي العراقي، هناك الحكومة العراقية، هناك الميليشيات التابعة لإيران. لاحظ ما يعني ما سمعناه اليوم من قبل قادة الميليشيات بالكلام عن الثأر والكلام عن القتل، وما يقول وتقوله الحكومة العراقية الذي لا يعني لا ليس له أي صلة بهذا القول الذي يقوله رؤساء الميليشيات. الحكومة العراقية تحاول أن تكسر وتجبر من خلال وعودها يعني أو رشواتها للشعب العراقي بأنها ستحاول أن تقدم ما يريده الشعب المنتفض، مع العلم أنها يعني كانت موجودة من مدة أكثر من 16 سنة ولم تستطيع أن تعمل شيئا. إذن هناك يعني نوع من التناقض، هذه الحكومة ليس لها يعني أي قابلية في أن تعمل شيء للعراق، ولكن المشكلة تكمن في أن الساحة العراقية هي في يد إيران وميليشياتها التي يعني تقوم بما تريد للحفاظ أو قائد شرطة البصرة اتهم المتظاهرين بشكل مباشر، وأيضا يعني أوضحت الفيديوهات الموجودة والتي بثت أيضا عبر قناة الرافدين، اتهمهم بتلقي أموال من الخارج. هذه الاتهامات يعني ربما هي
تتكرر دائما، أليس من الإسفاف استخدامها في كل مرة واتخاذها ذريعة لاستباحة الدماء، دماء المتظاهرين وهذه تظاهرات سلمية؟ لا أدري من أين جاءت هذه الأموال ولمن أعطيت. يعني عندما نلاحظ الشارع العراقي نلاحظ هذا الشباب الكادح، يعني حتى في ترتيبه وشكل ملابسه وهيئته على يظهر يعني بوضوح على أنه شاب كادح يحاول أن يسترجع حقه ويحاول أن يقول بأنا عراقي لا لي حقوقي وواجباتي. يعني هذا من الهراء ومن الكذب من قبل الحكومة العراقية أن أو من قبل الأجهزة الأمنية سواء كانت في البصرة أو في بغداد من أن تقول في أن هناك من يدفع لهذه الفئة الشابة للدفاع عن حقوقها التي هي حقوق مشروعة. نشكرك شكرا جزيلا من باريس عبر سكايب السياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي، شكرا جزيلا لك.